نيجي بقى للاكلتين اللي انا قلت لكم عليها. اولا انا عمري انا بحب الارانب موت، بس طول عمري الارانب مقليه يعني محمره في الزبده. النهارده الشيف شربيني هيعمل لنا الارانب بانيه. انا عمري ما اكلت ارانب بانيه، يعني انا دايما طول عمري اعرف ان احنا بلاش نحور في الارانب، هي الارانب كده بتتحمر في سمنه وبتبقى لذيذه. كون بقى النهارده شيف شربيني هيعملها لنا بالبقسماط، فدي اختراع. تاني حاجة الحلو اللي معانا النهاردة، أنا عمري ما أكلت العزيزية، يعني أنا عمري في حياتي ما أعرف إن في حاجة حلوة اسمها العزيزية. العزيزية عبارة عن مكرونة ورز، أنا عمري وسكر، عمري في حياتي برضو ما أكلتها، برضو افتكاسة الشيف شربيني وهيظبطنا النهاردة. بس هنبتدي بالأكلة اللي أنا ممكن أكون دقتها وهي البرياني بالدجاج. الشيف شربيني النهاردة هيعمل لنا أول أكلته برياني بالدجاج، صح كده؟ البرياني دي ايه بقى المكونات منها؟ مش عارفه هو ساكت ليه معايا النهارده، حاسه ان انا عماله ارغي وهو قاعد مع نفسه. ماشي، المهم البرياني بالدجاج، نزل يا عم المقادير. مقاديرنا دجاجه ورز بسماتي، ورق لورا، ليمون مجفف، سمنه وطماطم، بصل وثوم وصلصه، ملح وفلفل، زعفران بودره، كاري، كركم، زيت زيتون، ايه حار، فلفل رومي وحار، ومكسرات ما عندناش، صوص برياني وليمون وكزبره خضراء وخل وكمون. برضو هذه الاكله من الاكلات اللي فيها بهارات كتير، صح يا شيف؟ لا اقول لحضرتك برضو فيها لخبطه كتير. بص هقول لحضرتك حاجه، معلومه. قول. باكستان والهند بهارات، ثلاث ارباع الدخل القومي بتاعه او دخل الفرد في الهند او في باكستان، الربع التلت بتاعه بيطلع على التوابل. اهو زهر، ايه ده؟ اهو انت على طول مديني ظهرك. طب جميل. معلش يا سواري، هاي سمايل. انت بتعمل ايه؟ بدخل حرقت بس. حاجه؟ ها؟ عملت حاجه؟ لا لسه. شكلك عامل عامله، شكلك عامل عامله والله، شكله عامل عامله، بس انا هعرفها بعدين. بس طيب، هو مش هيقول لي دلوقتي، فبلاش طيب كده نحط الرز بتاعنا الاول. ده رز عادي جدا بسمتي برضه. بسمتي، ما في عندك قرفه خشب يا استاذ؟ طيب انت حطيت مع البسمتي ده رز، رز بس هو بسلقه عادي. هي ايه الفرق بين اللي احنا عملناها، الكبسه اللي احنا عملناها امبارح؟ لا في فرق جامد. والبرياني اللي احنا بنعمله النهارده؟ لا في فرق جامد. ايه بقى؟ ما احنا مع بعض. اي قول لي، احكي لي، حكي معايا. البرياني دوت بسوي الرز لوحده والبرياني واللحمه لوحديها والفراخ لوحدها. اصلا الفراخ او لحمه. ده بيتسوى لوحده وده بيتسوى لوحده. فعشان كده ده برضو بياخد شغل وده بياخد شغل. اوكي، هياخد نشاط ملح كده. اوكي، وسيبه يغلي يستوي. بعد كده هنلونه. هتلونه عشان يبقى ليه شكل. احنا لسه ما حطيناهوش اي حاجه ولا عملنا بهارات. لا ولا حاجه. طيب شغلي بس عندي حضرتك. حاضر، هناخد دين اهو. وخلينا في العاليه دي. حاضر. وانت قفلتهم كلهم. قفلتهم كلهم، قفلتهم كلهم. خلاص انا هلعب في المفاعل النووي بتاعها. والله يا ساتر، ده انت جبت لي الضغط يا شيخه. قفل لي، قفل قفل قال سيبه اهو، انت شمته. ايوه انت بوظته تاني. المهم انا ولعت لك عندك يا عم انت، والهوكات فين دي؟ اهي ادي واحد اهو، والتاني اهو، والتالت. مش عايز غير هم اتنين بس اللي في النص. لا مش دي، انا عايز دي. ما انا عملت بس هي على دي. لا لا مش عايز دي، مش عايز دي. طيب ماشي، اقفل لي دي. فين يا ابني؟ ماشي ها. اوكي بص بقى يا ست الكل، نشوف بقى ايه الفرق بين امبارح وبين النهارده. اوكي، ما تنساش ان احنا سلقنا الارانب نص سلقه مع البوكيه جرنيه البصل والجزر والكرفس ورق لور وحبهان. احنا مش هنشتغل بقى لا ما انا بقول لك بس عشان نقول بس السادة المشاهدين عملنا ايه. احنا سلقنا بس نخش بقى كده حضرتك. ورق بنرمي الميه بتاعت الارانب اللي ملهاش لازمه. الشوربه ما بنعملش، ضعيفه اصلا. لا يعني عموما هم ناس الارانب كلها يعني، ما هو لما الدكتور احنا كنا بناكل الارانب دي عن طريق الدكتور مش عن طريق يعني. تروح للدكتور يقول لك اصل الولد ده تعبان وبطنه تعبانه. انا بموت في الارانب بتاع المكان. بطنه تعبانه، اكلي شوربه ارانب كده خفيفه لمده 3 ايام. يعني اعملها ملوخيه. هذه الارانب ما حظها. انا بالنسبه لي بين الملوخيه وبنحمرها. بص حظها مهضوم في البلد. حظ لانها مش الارانب قليل، مش بنفتكرها قوي يعني. ايوه لكن هي ليها اكل كتير جدا يعني، في اوروبا بيعملوا منها 20 صنف. 20 صنف يعني ايه؟ ارانب من الارانب. يا سلام. والله يعني بيعملوها اكلات كتيره جدا. كاسوليه ونعملها بال كاسوليه. ده اللي هو ايه؟ ارانب مع سجق مع ريش. يا ده خلطه مع فاصوليا بيضه حلوه دي. طب ما تيجي مره ناكلها كاسوليه يعني، بتبقى بالصلصه كده. لا مش هنقدر ناكلها في رمضان. لا في رمضان لا. طب احنا دلوقتي الفرخه دي زي ما هي،
لا هنقطعها. هل الفرخه دي انت هتقطعها حتت صغيره؟ هنقطعها، لا مش صغيره، هنقطعها مثلا على 8 قطع. 8 قطع؟ 8 قطع. يعني زي الفكره بتاعت اللحمه بس على فراخ. زي اللحمه بس الاول بقى ايه بقى؟ ده مسمينه برياني. برياني، والتاني مسمينه كبسه. كبسه. بس باختلاف ايه؟ باختلاف مكونات اللحمه والفراخ. لا الاختلاف هتشوفيه دلوقتي. طب انت بتقطع البصل ايه بقى؟ قطيعه كبيره. تمام. ماشي؟ نحط زيت عادي. انا النهارده صاحيه مش عايزه اقول لك، عايزه انام تاني. النهارده 15 رمضان. رمضان على قد ما هو جري الحمد لله، يعني احنا مستحملين وكل حاجه، بس الواحد احنا ايه ده، صحتنا احنا كبرنا ولا ايه؟ صحتنا خستعب بعد 15 يوم ولا ايه؟ لا ده لسه قدامنا 15 يوم تانيين. شد حيلنا كده، ناخد مصطفى. استاذ مصطفى اتفضل. اسامه اتفضل. اسامه ايوه يا فندم. اهلا استاذ اسامه، وانت طيب؟ عامل ايه؟ انا كويسه، انت عامل ايه؟ الحمد لله. وسلمي على الشيف الشريف اللي جنبي. كل سنه وانت طيب يا عمي. هو سامعك اصلا. وطي التلفزيون والنبي، وطي التلفزيون. وطي التلفزيون والنبي. عايز حاجه يا اسامه؟ ايوه انا مش قد المعجبين بسعادتك يا الشيف. ربنا يخليك يا عمي. ده انت جميل، هو معجب بينا احنا انا وانت. اهلا بيك يا فندم. كل سنه وانت طيب. بشكرك يا اسامه، ميرسي جدا يا اسامه.